التلفزيون المصري. على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية شهدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي شهدوا حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج إعداد القيادات الشابة في الجهاز الإداري للدولة والذي يأتي بالتعاون مع مدرسة الأعمال أسيليسكا باريس والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، ويبلغ عدد خريجي هذه الدفعة 103 من مختلف في الوزارات والهيئات والمحافظات. نحو 100 خريج وخريجة هم قوام الدفعة الثانية من برنامج إعداد القيادات الشابة في الجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع مدرسة الأعمال إسلسكا باريس والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، والذين أقيم حفل تخرجهم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزراء التخطيط والتعليم العالي والتنمية المحلية والسفير الفرنسي بالقاهرة. هذا البرنامج المتقدم هو خاص بالقيادات الوسطى، هناك 250 شاب وشابة من القيادات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة التحقوا ببرنامج القيادات الوسطى. دماء جديدة بتضخ في الجهاز الإداري في الدولة، القادرين على ان هم يحدثوا تغيير، القادرين على ان هم يتلقوا علم، وقادرين على ان هم ينفذوا برامج او يكونوا عناصر تنفيذ برنامج مهم. هيكون في مصر كم كبير من التخصصات العالمية اللي هترقى بمنظومة التعليم علشان في الأول ننفذ استراتيجية الدولة في جودة التعليم وإتاحة التعليم، وأيضا علشان أمنية القيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس والحكومة أن يكون التعليم هو قاطرة الإنتاج. قبول الدارس يأتي وفق امتحانات شفوية وتحريرية وسيكولوجية لضمان أن تكون المنح للجادين والذين هم على استعداد لتنمية أنفسهم ولديهم الحد الأدنى من مهارات القيادة. أي مدير لازم يبقى عارف إيه؟ فاللازم بعرفه اولا التسويق، ازاي اسوق خدمات، لو انا في الحكومه هسوق خدماتي ازاي اعرف اسوق، الاكاونتنج او الحسابات، الفاينانس او التمويل، اداره الموارد البشريه. البرنامج شامل وبيعرض مجموعه من البرامج تقدر تاهلنا بعد كده لسوق العمل فعلا. الموضوع ده كان ليه امباكت كبير على حياتنا وعلى التاثير على حياتنا وعلى شخصيتنا. انا شايفها ان هي كانت فعلا تعتبر رحله، لان الواحد يبتدي يغير اسلوب حياته ويبتدي يبص للامور بشكل مختلف تماما. وهكذا ياتي البرنامج ضمن الرؤيه الشامله لمصر 2030 لخلق قيادات شابه قادره على التعامل المحلي والدولي والنهوض بالجهاز الاداري للدوله. سارة متولي للتلفزيون المصري.